خبرنا النهارده دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء هيعلن في مؤتمر صحفي اسعار الكهرباء الجديده الشرائح السبعه في اطار خطه الحكومه لرفع الدعم تدريجيا حتى 2021. مجلس الوزراء اقر برئاسه المهندس شريف اسماعيل رئيس حكومه تسيير الاعمال اسعار شرائح الكهرباء والزيادات الجديده المقرره لها. ده هيكون في مؤتمر صحفي هيتم الاعلان فيه عن الزيادات الجديده. ربنا يستر. لا بس اهم حاجه ان احنا نتابع المؤتمر ونسمع كده قبل ما نبتدي ايه الهجوم كده من غير ما نبقى فاهمين اللي هيحصل بالنسبه للشرائح كلها طبعا. تمام.